والإعلان عن كل هذه الحمايات الحكومية واعتمادها من الواضح جدا أنه إعلان لهذه القوات وفي هذه الظروف بالخصوص بأن تنطلق في تعاملها مع كل المقدرات للناس كيفما تشتهي وترى آمنة مطمئنة من كل محاسبة وعقوبة من الجانب الرسمي، وهو إذن صريح لها بألا تحمل هم ما تفتك وتنتهك وتفسد، فلا رقيب ولا حسيب ولا توقع للجوائز ولا توقع إلا للجوائز والمكافآت والترقيات. وماذا للشعب مع هذا الذي لقوات الأمن؟ غازات سامة، شوزن، رصاص مطاطي، هراوات، دوس بالسيارات، رصاص حي، ركل، صفع، قتل، إماتة. هيهات من ذات الله! 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 هذه لغة من يقول هذا فراق بيني وبينك. ولما هذا فراق بيني وبينك وبينك ولا تلاق، لغة لا حقوق ولا إصلاح، لغة ناب وغاب، وهي لغة سجلت فشلها بصورة متكررة في أكثر من ساحة عربية في العام المنصرم، ودفعت بالأوضاع إلى درجات عالية من التأزم بين الحكومات والشعوب، وأوصلتها إلى حد الانفجار. وهل يراد لهذا البلد هذا المصير؟ هذه اللغة تزيد في قناعة الشعب بضرورة الإصلاح، وتجعل مسألة السكوت على الفساد المتوسع والتدهور في الحقوق والحالة الأمنية المخيفة للمواطن من الأمر المستحيل. وما نتيجة الاستمرار في الخطأ والتنكر لحق الشعب ومعاداته والاستعانة على ذلك بسياسة الحصار والإضعاف والبطش والقمع وتخريب البنية الاجتماعية وإثارة الفوضى وإشعال الفتن؟ احتراق الوطن نتيجة، احتراق الوطن رعب عام، خصام دائم، شقاء للجميع، نهايات كارثية لا يخرج من نارها خارج ولا تستثني أحدا. ونعلم أن إمكانات استعمال القوة المفرطة ضد الشعب متوفرة، وأن الدعم الإعلامي الآثم متيسر، وأن أمورا أخرى مساعدة قائمة بقوة، لكن لا بد أن يعلم الجميع إلى جنب ذلك أمورا أخرى، أن قمع الشعوب والإسراف في القتل والتنكيل بالناس محاولة فاشلة إذا أريد منها إسكات الشعوب عن المطالبة بالحق، وأن ردة الفعل لهذه المحاولة عكسية وتزيد من درجة الصمود والإصرار على مطالبة الحق، ومن شأن هذه المحاولة أن تزيد من درجة الصمود والإصرار على المطالبة بالحق وتوسع المطالب، كما أثبتت كل تجارب الساحة العربية قريبة. وآخر أن الآثار المدمرة لأسلوب العنف وبما يولد بطبيعته من ردات فعل مجانسة تطال المجتمع كله وتمثل كارثة للجميع. فهل يخطط لأن يقع الجميع في الكارثة؟ إنها ليست معاداة لفئة من الشعب، وإنما هي المعاداة لكل الشعب. وأين نية الإصلاح ورجال هذا الوطن الأوفياء وعلماؤه الأجلاء المجاهدون ونساؤه الشريفات الصابرات وشبابه الغيارى قابعون في السجون
يدفعون ضريبة ثقيلة لمطالبتهم بالحق وحميتهم الدينية والوطنية وتقديرهم لإنسانية الإنسان. وهم اليوم يعيشون معركة المعدة الخاوية من أجل استرداد حريتهم وحرية هذا الشعب، ويستصرخون الضمير العالمي من أجل ذلك. الشعب الذي يصر على الحرية رغم الآلام العنيفة التي يعانيها صابرا من أجلها، لا تملك أي سياسة أن تتجاوز مطلبه في الحرية ولا أن تدوس إرادته. السجناء من أبناء هذا الشعب وهم في العذاب يقفون المواقف البطولية من أجل الحرية. أهالي الشهداء وقد فقدوا أحبتهم وهم مستعدون لتقديم المزيد من أجل الحرية. المفصولون من الأعمال وقد ضيقت عليهم معيشتهم يرفضون أن يكون ثمن العودة لأي وظيفة وأي منصب فيه خدش الحرية. الأطباء والمربون الخاضعون للمحاكمات لا يرضون بديلا عن الحرية ويرفعون عقيرتهم بالمطالبة بها. المهددون من منتسب الجمعيات السياسية لا يلويهم التهديد والوعيد عن الإصرار على المطالبة بالحرية. صغير هذا الشعب وكبيره، ذكره وأنثاه، الكل ينادي بالحرية. شعب بهذا الحس وبهذه الإرادة وبهذا التصميم والإصرار والبذل والتضحية لا بد أن ينال حريته، ولا بد أن يهزم سياسة القوة الغاشمة ومنطق الغاب. فتنة طائفية مجنونة جارفة حارقة مهلكة مستبيحة لكل ما حرم الله على المسلم من أخيه في الدين. يخطط لهذه الفتنة الكبرى، التخطيط قائم، بل التنفيذ قائم وليس التخطيط. التنفيذ لهذه الفتنة قائم على قدم وساق، وإنما اختير لهذه الفتنة أن تكون طائفية انتقاما من توجه الأمة لإسلامها وحنينها للعودة إليه وبداية هذه العودة وتفعيلها. أضف إلى ذلك أنها الأنسب لهذه الفتنة الطائفية، أضف إلى ذلك أنها الأنسب للاستغلال السيء الخبيث للروح الدينية التي أخذت تسري بقوة وحيوية في عروق الأمة ودمها. هذه الفتنة أول ما تقضي عليه هو موقع الأمة في واقع الحياة، وأول ما تفعله تحويلها إلى سلعة رخيصة بيد الأعداء وجعلها قسمة بين الأمم. فتنة طائفية ستؤدي إلى أن تكون هذه الأمة مائدة تقتسمها الأمم، وفيها قضاء على أصالة الإسلام وصدقيته في الأجيال الوارثة.